استمرار لجهود القوات الجوية بتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود، أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعية محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية. استمرارا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود، أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية. وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الإجرامية الموجودة بداخلها، فيما تواصل عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية لضبط أي عناصر هاربة في محيط العملية.